السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمرو عبد العزيز من قناة عملاق الألعاب. النهاردة هنختم الحلقة 9 من لعبة ذا شادو اوف ذا تومب رايدر. نبدأ الحلقة وبسم الله، وما تنسوش رابط المدونة لتحميل الألعاب، الرابط أسفل الفيديو. ليلة مملوءة بالمغامرات، ليلة مملوءة بالمغامرات. انزلي يا اختي انزلي. ويكون في حوت هنا ولا حاجة؟ الله يرحمني. طيب ليه هوبا وخ؟ اذا فينا من وخ بقى ولا ايه؟ هيلا هوبي هيلا. يا نهار ابيض، كده بسم الله الرحمن الرحيم. ليه كده يا ابني؟ ليه تخضني؟ احنا لسه ما دخلناش دنيا. اديله تاني. هوبا نيو 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 نيو. يا نهار ابيض،
تمام. انت كده هتقعي بقى، انت كده بتهزري. طيب تعالي كده، طب نط نطتي. لا ما انت كده بتهزري فيها. اها يلا بالسلامة. اشمعنى نطتي دي اللي تجيلك ويحط فيك؟ ايه ده؟ خلاص انت الكبيرة بقى، لا حول ولا قوة الا بالله. اوه شوت جان، يعني عن شتشة الجان. مش بتاعت حد، خديها ما تخافيش. استر يا رب.
اهلا يا ابن الكلب. من انت؟ ارجع يالا اخشى يا او هنضمك. الله يرحمني. نهار ابيض. شنو تخلصوا بقى ولا ايه؟ يا نهار ابيض. بيجي لك حشة أخيرا.
يلا بسرعة بدل ما يجي حد تاني. انتوا ايه بتاكلوا جز؟ بتاكلوا جز ايه؟ بتشربوا جز؟ استر يا رب. مش عندك لندا ولا ايه؟ اللندا بتاعتك اتحرقت. ماشي ماشي. أخيرا يا لا تعال تعال ابيض على حظي. اديله
يا ابن الكلب. خد يا ابني اللذينة، يس يس يا نهار ابيض تاني. تبقى كبرت الدهشنة بتاعتهم. ما شاء الله ايه مركبة طعم اسنان. طلعت طيبة، قفلت الباب.
طب ما مصداقيتكم طيبة ايه يعني؟ ليه بتجروا وتموتوا؟ عاوزين تموتوني؟ لسه بقول انت طيبة. انفدي بجلدك. استر يا رب. ايه التعويذات اللي بيضربوها دي؟ ايه يا رب؟ وعلى ده مش كلام فارغ، هنهرج الهربتين. اطلعي اطلعي هموت من فجرين. يا نهار ابيض، يخرب عقلك يا راجل. ايدي وتيتي تيتي وتيتي 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 هوبا. لعنة عليكم. بسرعة الحمد لله. هل وصلنا إلى اليابس؟
طلعوا ده ماله ده؟ عشان كده ما كانتش عاوزة تطلع بقى. اطلعي سيكي امسك استر يا رب. هيلا هوبا هيلا. هروح فين بقى تاني؟ ايوه اشبط استر يا رب. I have to jump. There's no other way.
استو هو هو هور يا رب. بسرعة بسرعة أخيرا وبكده نبقى ختمنا الحلقة التاسعة، وانتظرونا ان شاء الله في الحلقة العاشرة. واللي مش مشترك يعمل سبسكرايب واللايك فضلا وليس امرا، وكومنت وقولوا رأيكم في الحلقة، وما تنسوش رابط المدونة اسفل الفيديو لتحميل الالعاب، واللي عاوز اي لعبة يكتب لي في الكومنت وان شاء الله نحطها على المدونة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.